يعني بدينا بالأولية، وكنا بنعمل نحاكي الأشياء اللي بنشاهدها في السينما المتجولة، واللي هي كانت أفلام بتاع زمان، عبل وعنتر وهناك كده. فبنقوم نعمل كل الاكسسوارات التي نحن كنتوا فهمناها فيما معجبين بعد. بها كفكرة، لكن ما كنتوا متخيلين انه حيكون ده اتجاهك لقدام ما وده كنت تحس. يعني، لأنه كانت كثيرة الحياة، هي كثيرة جدا يعني، الرياضة، الكورة اللي هناي، الحاجات كنا في شقاوة كده، شقاوة كده بنعملها، وبنعمل أشياء منها كثيرة جدا. وأظنها هي بدأت تعمل جزء من الشخصية، ويعني في الذاكرة الانفعالية، لما الزول يجي راجع لحياته بيلقى في حاجات كثيرة جدا مر بها فيه هو صغير، وكانت هي بدايات، لكن هو ما بيكون عارفها. والنشاط ده استمر حتى في المتوسطة والثانوية ولا؟ النشاط قمت أنا في المتوسطة، في المتوسطة بدأت أكون شبه شخصية كده بتاعت إنه كنت بكتب، بعمل حاجة اسمها في الجريدة الحياتية، كنت بعمل حاجات كده، وكنت بعمل حاجات كده في اللي هي يعني، كان عندي خالي عنده مكتبة فيها الوقت ذاك الطبيب الخاص ده، ما كان الناس معروفين بيعرفوا الحاجات وكده. فقوم بمسك حاجات ظواهر او اشياء، مثلا بقوم بتكلم عن الطبق، السجاير اللي هناي، حاجات زي دي، اضراره، حاجات زي دي، وبلفت الناس هنا كده، اسمها بصراحه لكن في ما الحياه. واصلت في التمثيل، ما في بس في التمثيل بعد الكتابة ذاك، عبر الجرائد الحياتية. بعد ذاك كان في الجمعيه الادبيه، كنت بشتغل بعمل هناي كورس، كورس مع واحد من اولاد المدرسه، هو كان بيغني، اخونا موسى، وهنيه وتحياتي له. في موسى كان بيعمل بغني ونحن بنشيل معاه، وبيجينا خلاص كده كوننا زي مجموعة. بعد ذاك تاني تحولنا من موسى ده كان يعني معاه ظهرت في، لك كم موهبة، تمثيل نعم وغنى وكتابة يعني. ايوه. فبعد ذاك كان ال 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 كنت حارس المرمى بتاع المدرسة، وحارس المرمى بتاع الحلة. اهتمام آخر بيجت بعد ذاك بالكورة كمان. الكورة هي سياني هي، فوصلت معاه، مشيت معاه كثير جدا في الكورة، وأنا موجود في الكورة. فإذا بها تظهر حاجة اسمها الفن والإبداع، شعبة الفن والإبداع، وشعبة الفن والإبداع دي قامت هي كل المواهب، انه في الاحياء يعني كانت الدوله تهتم بحته بتاعت انه رعايه المواهب، وبيعمل لهم بتجي بصات في الاحياء. فالمهم جاب بص في الحي، وانا عرفت انه البص ده ما نقله من القريه للمدينة. للمدينه. فلما جيت في المدينه اللي هو انا في الوقت ذاك في الثانوي العالي وبقرا في الاهليه مدرمان، فبقيت انه يعني الحاجه دي شدتني شديد جدا، وانه انا في شيء بدري جدا موجود عندي، فانا امشي اشوف الفكره بتاعت انه امشي الشعبه بتاعت الفن والابداع دي وامشي هناك. فركبت الباص ده من الحي اللي هو بشيل كل الناس، الناس كانوا سابقيني في فترات هناك، ما سالتها، ما كنت بعرف منو من بدري جدا في الحي انه هو مشترك في الحياه دي. فصدفة برضو لقيت البصة، لكن كانت يعني محتوية مجموعة من المواهب، مواهب ما كمية. تمثيل بس. أيوة كان فيها الموسيقى، و أنت كنت محدد لما اشتركت في هذه أنا الشيء. مشيت بحتة بتاعت إنه أنا في المتوسطة طبعا قبل، في حاجات حصلت في المتوسطة، إنه في السلم التعليم، في عيد العلم كويس، فبتكون في احتفاليات، ففي الاحتفاليات دي كنت بقدم، بعمل مسرح. واقتبست من مدرسة، زمان كان في تنافس بتاع مدارس بيقدموا الأعمال المسرحية، واللي هي برضو مأخوذة من الأعمال المسرحية الكبيرة، بيعملوا منها جزء وحاجات زي دي. فقمت يعني لما مشيت هناك قاموا عملوا لي انترفيو في الفن والإبداع، ف
مو في البداية لما جيت انه اللي هو زي برلوم كويس، فقاموا عملوا فيني طبقوا فيني النظرية بتاعت انه مثلا الزول الدارس ذاته قام هو اللي اختبرني بانه، والاستاذ اسماعيل قدمت مشهد درامي. اسماعيل محمد الحسن المذيع اللي هو كان معانا في الفن والابداع برضه، وقام هو اللي اختبرني بانه انا اقدم له عمل الانعاي. فقعدت هناك اللي وجدت محمد نعيم سعد هو سابقني في شعبة الفن والابداع، فبقيت متواصل مع الشعبة دي، ففيها اللي هي صقل للموهبة، وكان في دراسة ودراسة مستمرة يعني، ما حتة بتاعت انه هي زي كورسات. الكورس قام كان فيه عملي ونظري. ف كورسات عندها علاقة بالدراما والتمثيل؟ نعم نعم، كورسات بتاعت الدراسة بتاعت الدراسة بتاعت اعداد ممثل. احنا هنجيب في الحتة دي وهنرجع، لانه دي محطة غايمة بذاتها. خلاص لقيت محمد نعيم سعد، من هنا يمكن تكون اتكونت الأصغر مسرحية ولا لا، ولا